النظافة، بيت المحبة، بيت الألفة، البيت اللي بيجمعنا كلنا على الحلوة والمرة. من الظواهر الحضارية جداً على مر العصور بقرانا الأردنية. إحنا حبينا هذا الصباح أنه نذهب لمضافة من مضافاتنا الأردنية بالجنوب. استقبلونا بكل الترحاب آل المجال الكرام بالياروت بمضافتهم. يسعد صباحكم من الياروت، ورح يحدثنا عن الياروت أبو طلال. يسعد الصباح يا أبو طلال. أهلاً وسهلاً فيكم في قرية الياروت. والياروت هاي اللفظة الجميلة للبلد الأجمل، بدنا نخلي أبو طلال يحكي لنا شو معناها. والله يا اختي هذه يقال انها كلمة عمانية، فنسبة الى عين مي موجودة في اخر البلد من تحت، فبردوا عليها الناس فاخذت الكلمة على هالمعنى. انه هاي ياريدة هي نسبة الى اللي بردوا على المي وبيشربوا بيطلعوا على القرية تبعهم. يعني صارت من ياريدة ياريدة الى الياروت، فصارت الناس تسميها الياروت. عاد انت شو بتفضل، ياريدة ولا الياروت؟ والله الياروت ممتاز. الياروت ممتاز. شكرا. واحنا مبسوطين، واهلا وسهلا فيكم. اهلا بيك في مضافة المجالي، بنرحب فيكم، واحنا الصراحة مبسوطين جدا باللقاء معك. والله واحنا كمان اكثر. وظاهرة حضارية جدا انه بالياروت وبمضافة آل المجالي. موجود معنا هذا الصباح سيدات، معي ام بسام وام سالم وام ماجد. يسعد صباحكم جميعا. أم بسام، أنتوا عادة دائما تيجوا هون على المضافة؟ نجي كل جمعة بننجمع فيه. كل مناسبة؟ كل مناسبة. عاد شو بتسووا أنتوا يوم تيجوا هون بالمضافة؟ ننجمع مع بعضنا وقرايب ومع بعضنا بننجمع ما شاء الله. كل جمعة بيجوا عيالنا. كل يوم جمعة؟ كل جمعة.